يا ترى انت كنت عم تدخني؟ لا انا قلت لكم اني انا ما بدخن. مين لك كان اللي عم يدخن برايك؟ ما بعرف، بظن انه ممكن نبيل. وليش نبيل؟ يعني ليش ما يكون سهيل او رأفت مثلا؟ إيه، لانه سهيل ابدا ما بيدخن ورأفت ما بيدخن غير سيجار. طيب ممكن تعيدينا بالتفصيل شو صار لما لحقتي نبيل؟ انا ما عندي شيء ضيفه. وصلت بسيارتي لقدام الفيلا، شفت باب الفيلا عم ينفتح، كان شبح رأفت عم بيجر جثة نبيل. فجأة انتبه لي هالشبح، عم انا هربت، خفت يقوم يخلص علي إلي كمان. كيف شكل الشبح؟ كان لابس أسود من فوق لتحت. أنا ما بسأل شو لابس، كيف شكله؟ مش بعرفني، كانت الدنيا كتير عتمة ما قدرت ميز. شو هالحكي يا أنسي هنادي؟ يعني أنت كيف شفتي لهذا الشبح عم يجره لنبيل هو لابس أسود بأسود والدنيا عتمة؟ لما انفتح باب الفيلا كان في شوية ضوء ورجاني إياهم، وبعدين أنا هربت لما تسكر الباب. خلينا نتساعد مع بعض لحتى نقدر نكتشف هالجريمة. خلينا نفترض انه الاخ نبيل كان قاعد هون وعم يدخن سيجارة بيده، صار حدث ما خلاه يقوم من محله وياخد السيجارة معه لانه الفلتر ما موجود بالنفاضة. مزبوط؟ مزبوط. طيب تفضلي نشوف شو صار برا. هلا نحن بنعرفه من خلال شهادتك انه الشبح او هذا اللي قتل نبيل فتح الباب وطلع من هون، شحط الجثه من الفيلا وراح فيها لبرا. ايه مزبوط، انا كنت قاعده بسيارتي هنيك عم راقب، هلا شفت الباب انفتح والشبح كان عم بيجر جثه نبيل، واول ما التفت لي انا هربت، خفت يشوفني، بس بعدين ما بعرف شو اللي صار. طيب تفضلي معي يا سيدي. في اثار لدم او شيء ساعدنا بتحقيق؟ لا، الظاهر انه الارض انشطفت وما ترك اي اثر، بس لاحظ الارض هون كانه محفوره من مده قريبه. معك حق، مظبوط. رياض خذ الرفش وحفور هون. قبل ما تاخذ الرفش خذ كل البصمات. انا هذا الرفش ما عليه اي بصمات. متاكد؟ طبعا متاكد، قبل شوي بحصل. غريبه. وشو الغريب بالموضوع؟ الغريب انه يكون في رفش بحديقه نظيف لهالدرجه. اكيد اللي غرز وغسله منيح لحتى يمسح بصماته عنه مثل ما شطف البيت. بظن الشيء اللي كان على الرفش هو دم القتيل وحاول القاتل يخفيه. هذا الكلام مزبوط، لان الدكتوره هاله حكت معي واكدت لي انه الضربه اللي على رقبه القتيل مصدرها الرفش، بس مو هاد، واحد تاني مثله بالضبط.